الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. حديث كوين أخريني مركز بوبسيسين أمرنا وأنا فسرنا الكرسفة أيان أخريي سيدي عن أخريي بأن أضب دين أيان نووي وحورنا يا بضم الكاف والسين مجموعة لبدو وقدين بورني كاف كان لقدو سين كان لقدو وجه كلمة الشيقين مركز سيدي عن أخريني ويسحنطه. فتلجمي التلجم مركو ربا ومستر مركو من اللجام لجامك هو حوية وحكمه أكل مركو حلقات الماما يا سيدة دابد اللجام اللي وصم أيو كأنه حريطان كان أفكى لغا حرية أي لجامك اللي قلت الماما يا سيدة الله حريانا وين الشاغني وصفاهان وين التلماما مسألة دينا قدن بيسي وحكو صاب صنطهي gabadhii mustaxaadada ahayd siday yeelis mayrashu miy ku waajib tahay mise kuma waajibaa weysa salaad kasto farala ay weysaysataa miyay si waajib ku tahay tan mayrashada ahadiista qaar waxa lagu soo wariyay in la amrayo mayrasha la amray hadaba waxa kala jira faghsili anki dama wamid iyo faghtasili mayro iyadu noo mid kale lafdi kalena waxa ku soo aroray waqtasili li kulli salaa ummayro salaad kasta faghsili canki dama waxa loo jeedaa dhiigga laftiisa iska mayd waqtasiliina hadday tahay marka ugu horeysay xaydku go'ay mayrashadii xaydka laga maydhinaya waajib ahayd oo waxaa laga tilmaamayaa xaydka ka maydho marka mayrashada hore waajib bay ku tahay waayo waa mayrasho dhiigga xaydku uu waajibiyey oo bisaab xaydku waajibiyey mayrashada dambe miyay saarantay gabadha saxiixu waxay tahay mayrashada xaydka ay ka maydhanayso dhiigga xaydka ay ka maydhanayso mooye mayrashada dambe waajib kuma aha saas awadeed ayay culammada qaarkood ay tilmaameen riwaayada lagu soo wariyey waqtasilii likulli salaa salaad kasta u maydho inaan sugnayn وأمرنمه ما سجنا لكن ما حسجنا وحسجنا دمر كي مستحاضات كها قاركود إني ميرنشرين الصلاة كست أميرنشرين أم حبيبة ويميرنشرتي فكانت تغتسل لكل الصلاة فعل كذا يضع بأرجع السجني أنا ماذا وحي له ذي وحي قصة ما يستأرن كاحتياطا بعض أهل علمنا وحي كقاتن استحباب مركي يضع أي فعل كذا صدى قصة ما مدو النبي أمري عليه الصلاة والسلام إن الصلاة كست أمي رتمها تاصن الصلاة صان أصغنا إن أمر الأمري إن الصلاة كست أمي رتمها واجب نكما وحتمي ويسدا ويسدا وحي علماء ذو يلادان ليقن استحاضة ذي ويسدي متشبين يا مثل متشبين أرطى الرواية أهو حل سوريي ثم توضئي لكل الصلاة بخاري بيك الصغنط علمدنا ويسكو خلاف سين بعض أهل العلم ويعلايين وحي له ومعلولة بعضنا وصحيحين وبخاري باب كم إذا قرد صحيح إن المعلولات هنا إمام مسلم يا إمام النساء لبض ووات المامين أي مكة نواب التصريح الصي وبيهقي وغيره كمده معلق وكل عرانا يا يوم حسائر ورنيا انت الرواد السورسي وحوافقي حماد كوافقي يوحك خلافي من ذلك وحماد بن زيد عند كوافقي ويرطي غالب كالرواد الثقاد يسوري سيوي خلافينه قدر كاكو ما يدرين ساس أودد بيع علماء قاركود وحي الهدين ومعلوله توضئ لكل الصلاة ومن قول عروة عروة بن الزبير هذا الكي سيوي هذا الكي النبي عليه الصلاة والسلام ما أهمرك ومدرجة إنك استو حافظ ابن حجر ورنيو هذا هذا الكي عروة أهان لهيد جسيغة خبر بيكو إيمان لهيد جسيغة دان أمرك ما تمادين أو تاقرين كالغين لكن على كل حال أي ماذا قاركوذ وحي مرين إني من كلام عروة هاي وإن النبي كالسقنين عليه الصلاة والسلام إني كالسقنين الباني وحود دورنيا إني السقنتها وبخاربة ما دام أي كسب أنت بخاربة عد كوا فقدين أي شرتو ولو هبي يرادان به
حمرية إني زيادة داس سكنت تفسير كذا لسخ خلاف في مركز لفتي لهدي اللي يلا ذو سكنت توضئي لكل الصلاة ما وحلوش إذا الصلاة كستو فرلا جار كيد وويسيس وحتى هدي اللي تجمعين أيوة الله بويسوك للدوم باللولك الإيمانية يسوي حلوقة شيدا توضئي لوقت كل الصلاة صلاة كستو وقت جيدا وويسيس ووقت جه هدي اللي قلت كنا أكثر من فرد ويبنانته ولا ماذا قاركود وحي مريان إن الطهارة ضرورة تهي ما دام الطهارة ضرورة تهي الله بفر الكمتو كان كرتو ظاهر كالرواية ذا نوي عسكنا يعني. ولا ماذا قاركودنا وحي مريان ما يحل يقوم بألغات الماما يا يحل يقا سلادة لتكنا أيو هدي وقت كلي سلادة لتكنا أيو مركا كلي ومربع الله طهارة قادنا بس لحل كلي يضو يتهي ان طهارة كلي الله السمين أيو يذا الدليل أمهي النبي له لكل صلاة أي لوقت كل الصلاة ولا متوقيت أي تهي بي أقبالي كرتا مركا تانا سلاس أي أدقين ليقن استحاضة دو متشبين إياه ويسدي يستشبين مال جمهورك وحي ليه واتشبين إياه وايه واشيك الصباحية السبيلين كيك الصباحية كأصلك وإنو تشبين بعض أهل العلم وحي لهدين ويسدي متشبين إياه وحدث دائمة أعذر داربولي مره دو حدث دائما يهي حدث كان دائم كأقف كوح أود كريمر كلي ما دو ويسدي كما تشبيني وإن السماء يساون ماشي إن النظيف يسو وإن ما يردو بعد ذلك عد بيغا كوكو فيسو يعني بعد ذلك مركي سوحا مرادا كوركا كغحردو مرادا نوحو يسين سو شاقني لحظي يعني مركا ليد كوحرانا يسا لحظة سيدي دلعو كلا طبعا حقنا هرانا دلع سي كغصو حريس حقا ضمن دلع مرضى دحضة وحران أمليت كدحضة وحران أي حقا ضمن كغحريس سو ماشي وصو عطك إيه ووحي عنو غدعين سينو صور شاقني هدى استعماشو حفايضها إيه وحيالها إيه استعماشو وحي نقن إيسا قلب كعصبة استعماشو إنه كفاية مركا هدو صوب حديقي وحوكو مرضي سيسيوي سكتو كنس على ماذا قار بصاري وانا السيدة إمام مالكي أي مرين ابن عصيمين قل لي سكت به سقار كود رأيك سكت به آخر قوله وحو الحدث كستو دائم أهو تشوك تأه ويسيدة إنا نتشبين إنين أي الشيخ الدورت آخر قوله وحو الوحي كلاك تشبين إيا مركا طانا السيدة صعيب المرة حدث كاد دائم كآه يكسونا شيء كرؤان أحيني هدو كوي ما دوا كتشب يساوي سيدي حلم مدى عد مستحاضة ضل حكنا مستحاضة وحل حكنا سين الصائر جني عدي كاديد كسعونس سلس البول وكي كاديد سسعونس شوك تدا أهي حن قنا يا مستحاضة إن الحكمية ما كان نك كاديد كسعونس سون عين كسكر الصمين قبل هذي تين ولا من وإن مركا صلاة هذي وقت لا ذهاي حلي جاي مركو الصوق قالوا وين مركا طهارة قاتا أما قبل الظهر قالت روحي سميني سأني اسكم يردو ومركا وقتك سوكال هذين الصلاة وقت لهينا مركا الصلاة أي دوني سأني سميسو أي كادي اسكم يريسا طبعا مركا وحوينا أي عدبي ساريسا مرضي كحريسا ويسقى هذانيسا دين صلاة الله إيمانيس ممكن هو الله ميد واسكم يريا هذين اللي باتكو كيني حبين تطرن كحريا لكن هدو قطة ضرورة يوربات وقا إيمانا يسو ما حول إيه إساقو إسكسو عنا يسو أيوتو كنية إذا كان يتضرر حلق إيه إيا وحن ما وحو كل باتونا يا مسوح عنا كل باتونا هدي أنا كل باتونين وحر إيا مركو حلوم مير إيا مركو ميروي سيسين إيا حلق سرادونا الصوق إلي إسلا مركا سوتو كنية مركا سود يضن إسكفر إيا وهكذا إنو حلا هدين إدع كريم سيدي سيساقو أبو مركا ويساق تذكى قاركود بواحد عضو واحد اللي قليه كالتيتر بهالكن كادي ذاك السوق هذا بهالكين اللي متشوتشين كرو دي اللي تشوتشيو كادي ذي إن إسرع كل نقطة كليه وحية شالقة بغية يدو كادي هالك السوق أنا يسوق كالتيتر كائن مرة يسوق صار الله أركيو أيه هدو ويسد أود كريو ويسي السنة يا دانو كري كرين قد قبل السنة يا طيب نسأله كتبني إيش قصته مركاتانا سلاس بعض أهل العلم بوحي لهدين وقت الصلاة هدان ولسه قرين
لكن قرك أسرين وقت الصلاة وانت الروح سي ويسدا اي طهارد كجرو ويسقاتك ايا وقت الصلاة سوق لي مركو سدا ودمهيبا صلاة وتاغنت علماء قرب بيت نوع سكري ويسك بنانت يدو وحلق الصلاة ويسدي لقاتي اي الصلاة حلقي دي با كل ما سدا مركو ويسدي لوغ فاروقيبا وقت الصلاة وسوق لي وتاغنت كوالا سمي كرب بعض اهل العلم يعني علماء قرب كل لكن تاو ديدين وحي لهدين ما وطهارة ضرورة وطهارة ضرورة وحل الصلاة اللي جمع قدمها كتيمم سيد التيمم كأن لوجهر مرينا نحل الصلاة أيان تنا لوجهر مرينا نحل الصلاة وحل رأي جانا يا صلاة إن سوقشوا مركع صلاة سوقشوا أي نغنى يسا ينقف كي مركع عذر داركيس ومركع سيد الصائغ وقت ما يبنان ما يمرها الدوع عذر دارك عليه هي حين غنيسا روحي مركب حوية كما عادي صلاة ما إيماني حان لقاء من قبيم بمسجد كده وحق قطعتان يوحلم ما نسوي كري مركب ساسا أود وحن غني معذور لكن هدي قريقة مركب مركب عيد كلتو كنيسا أي ترتو دي تشينيسا يذا لا مانع أي ماذا قار كود بي وحي دهدان شان يلا باتنصنا ما إيمان كما وهي سلس البول با كل عي دهدينو سيدا استراديد أيانو تشمع عضو إيمان كذا ذكر مستحاضض وحيلا أحكام طهي قبل الطاهر كاهي واستحاضض وطهري وحفرق يوم مستحاضض يا طاهرة ولحيسان مجفتو مويان ابو الشيخ يلي وجوب الوضوء عليها لكل الصلاة صلاة كستيني اوي سقادتها اني واجب طهي رواية علماء قاركود ولو هضع فيان بي لكن أكثر كعلماء دي جماهير توحي قبان على مقتضاها رمضان قاركودنا دواب قوين ينوي نشيق نود بخاري بابا كمدا رمضان قاروحي كأيغان زيادة دا. زيادة دا هدين منافية أهين والرواد كريوحي سوريين أين كهر إمانين أو وحي السوغين أين النفيين أما وحي النفيين أين السوغين ومنافية لمن رواه الآخرون هدين أهين وزيادة من الثقة أو المقبولة وأنا سيد حافظ بن حجر أمري نزهيزة شرح النخبضة وصدكم مرأي مركا على هذا هدي لقو السعودة ثم توضأ لكل الصلاة منافية منها مركا بناء على هذا وحين غني سائنا إن الله إلا إنين لكن أكثر كمتقدمين تقاعدة النوع عساكم أدكم كريم وبعضا كمتقدمين تميقبين إن الزيادة لو كالقادة منافية غير منافية ولا إلى هذا الزيادة هذه منافية تهي مركزين نقول إيسا شادة هذه عدك ثقة أني مبضنا أي خلافته هذين منافية هاي إن الشادة نقول ميس إلا لكل من كريو أي يضل لكل من كريو منافية أين أي أهين أي هذين أكثر كمتقدمين تقبين إن نقول إيسا شادة هذه عدك ثقة أني مبضان وراوي وخلافه وبمعنى وحوية وحين الشيقين وشيقه ويا جمعي كبضنا يكثق أني ماذا بضنا إني كوذا غافل نقضان وكيلقي ولقار نقضه وحيلين وشي غريبا على كل حال ما عدة ضعيفين يسا الرواية إني حكونها نوضى خلافيان ما الجمهور كعلماء وحي قبان بمقتضى هذه الرواية سيدي حكم كيدو يهي أي مركا قبان شيخ وحل ولا يضرها ما خرج بعد ذلك فرسموه إن كان هذا السماء يسد بيد قبل المستحاضة ظاهر مرد با يوحي الصبح أوليقة وإنت كدن بي وحبي يرمان حان نقول إيسا دي عصر با ماشي الله يعموم البلوى تخفيفات كالشريعة دنا أصباب بضن با كان صدا مر صفر با كان صدا مر حنون با كان صدا مر وحا كان صدا عبصي با كان صدا مروحة كان صدى الضرار با كان صدى مر الجهل با كان صدى مر نسيان با كان صدى بيت القصيد وحين اتشهدنا مروحة كان صدى العسر وعموم البلوى الشيء قاسي اللي بكترتو عموم البلوى نقصه انتها بمعنى تكليف كان لقو كلفة يوم الشقة كإيمانيسة وانا أرن آدو دعايا كبدن إنو ديقو كسعونا إياها وأرن مركا وحي تشوك تقوها تكليف كلو كلفة يلا أرنا يمر والبويسدي وكاتش بين أيانا حتى أدو تحديري
وفرسمدا سميهي هدنا ويسد وي كا جبتي دب با كا ايمانيس دب دينتنا وا يسري حدي لا يراهدو كبح وحدنا اسكا سوماي وحدنا سيدي او كلا سو سمي وحدنا مركا وخاي دب اتكو كما امين قبطو سيدي او كلا انو كسو نوقتو حداي سدا سميسو او توبن غور مر ولبا مركا سا سميسو حدنا كسو بخدو ما وخلونا مر ولبا ساور سعسري ديباتكم جرت ما دام عين كاس تحي وحين نغنيس رخصة شرعية نغنيس في وايضا حديث كالقو السوري وإن قطر الدم على الحصير وضعيفة وما أصحي إمام النووي حرنيا وضعيف باتفاق الحفاظ وضعيف كوياي إسوافق حفاظ إسوافقين أي ضعيف كوياي خذنا يضع عين كاستهي عصري وكسو قان درادي يعني وحبك مسار ويهديك لأ تحرج يا دباتا كايمانا يا والحرج مرفوع يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر كاشياء الا سهل الله فضيديه اي لا يقانا فكر النبي كما اورن عليه الصلاه والسلام حدودي كاسو بحو سيدي وكاجبت دب سمي ولو هبكن ستو مرر بدل ان اتساو نقطه أرنكاس يدو لازم كن نقول له أنا لبين وعضين لها النبي عليه الصلاة والسلام الثالث الجماع أحكامت أيك قد وانت طاهر كوحكم إذا حكمك كواد ووجوب الوضوء عليها لكل الصلاة صلاة كستوفر لا إني أوي سيستا إني واجب كتها لكن سنياش أنت دونتي كنت كنكرتها ورمضنا ما يؤرن سنك استقار بأوي سيستني سميرا وحيكنت كان يسابي لدين صلاة فرل أه يو بما شاءت من السنن وحي دونتو سنة يارا ولما دقار كودنا وحي لي حلقا كليء هدي حتى صلاة ديه لتشمعين أيو الله بس صلاة دود لتشمعين أيو فرل ويسيدا كليء كوضا الصمين يسال لوقت كل صلاة باللوتشي وينو تلمان إمام مالك السقوح وقبا إن السنة هي إن الصلاة كستقوي سيسته لكن واجب أن يكون أهي لكن جمهور كوحي قبان إني واجب كطاي هذا مذهب الجمهور شيء قال لبادي كقد وانت وحيتا ويسادا مركي دونتو وين ديق اسكما يدا فرجيقنا وحكو حدا سو ديقو اسيتاقو أما باقو يرادو ويشارع هذا وحلقو يقانا مفاسد إلا إبطاليو هدي آن لا إبطالين كرينا إلا يريو شيء قال صدحاد وحوي هاي الجماع وقال مضى الثالث الجماع حكم كصدح هذا كجد ونان كرتا أما علماء ذكر أي أقبان إني كجد وانتهي ولو هبي راضم به إذا ساقبتها الجمع وقال ماذا فقد اختلف العلماء في جوازي ويسكو خلافين علماء ذو بنان شاه قال ماذا بنان تهي جواد مستحاضة هيد إنه نكو أقل ماذا إني بنان تهي خلاف بعدلي إذا لم يخف العنة بتركه هذان كبقين لباتا انو كبقين تجيستا وجماع كتجي ادانو ديب كبقين يمشقو تجيستا وجماع كتجي انو كبقين انا يوبا نانتا خلاف باكرا وعلماء قال وحي ليهين انو ديب كبقا مويي سيدا انو سايسن كريوايو الزنا انو كل عاي وحلم اذا كبقو حال كان نوعا سوا اوبا نانتا هي لكن هديك لا اوبا ناني بعض المرين والصواب جوازه مطلقا قولك الصواب كي وحو يهي وإنو بنان يهي قل مضو أي بنان تهي وأنكو حاسكي سي أما قبدي أقبي يضو مستحاضا إنو تيكرو أيام الحيضون بإسكار دافيا كغيرها من النساء حيض كامركا كبحضو أيامها استحاضا اعتبارين إسو وو تيكرا مطلقا حال إطلاقي أو إنو الزنا كبقي إنو كبقين آن لك لفرقين لأن النساء كثيرات يبلغن العشر أو أكثر حيالي دمر فربضاً وقاري يطبن أما بكبضاً استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم استحاضة كل عضي وقت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يمنع الله ولا رسوله من جماعهن من الديدن إلهي الرسول كيسي أمي منعن أمي الديدن من جماعهن قل مدودا ولم أرن رجل يانو يدين قل مونن إلا كفر سوايا مويان أما رقي لما أرن هو قلمونينا إنا كفر سوايدان مويان السكة لا هو قلمونينا بمعنى إنا الزنا كبقدان مويان
مر هذا صدى الله أوران وحكوت الصين يسأين بنانته بل في قوله تعالى وحكوسوا عن هذا الكيس الله أُجري فاعتزلوا النساء في المحيض دمر ككذا يرادوا كف هذا في المحيض أي في زمن حيضهن وقت يحيط كذا كوسوا عليه يعني قال ماذا كف هذا دليل حكوسوا عن هذا الكائلاهي دليل كتصين أي على أنه لا يجب اعتزالهن فيما سواه إنني واجب كأحين اعتزالهن ديران طلقة ديران يدو مركز إنني واجب أحين فيما سواه أي فيما سوى زمن الحيض وقت يحيط كوحي كالصوهري إن لقفك هذا قلمده ذا لسكا إلى ريا إنني واجب أحين بقى يدى لقى قعدنا ولأن الصلاة تجوز منها صلاة وابنانتا إنني قبل داس مستحاضة صلاة لاتما دوا بنانت وصلاة كدعا فالجماع أهون قال ماذا كسهلا صلاة وقياس جماعها جماع إذا أما قال ماذا إذا إن لو قياس على جماع الحائض قبل عادة قبتها قال ماذا إذا لو قياستها غير صحيح ومدا صحيح هاي لأنهما محيري قبل المستحاضة أي قبل حائض كديق حائض كله يتنديق دبر فرن كله لا يستويان مصرنا اسكو مدمها حتى عند القائلين بالتحريم سكدا علماء كلا حتى علماء أرانا يسوى حاران إن لوغ الموضى قبدا مستحاضة دا إن زنا لغا بقموية ننكيدو إن وغ الموضى وحاران سيدا أرانا يسا لفتو دوي كلا فرقين أيان وحيلين هدو زنا كبقوا وغ المنكرة تي حائد خينا قبدا عادة قبتي ليقي حائد كلا هيدنا تعانا تدو كبقو مركا أوقا المنكر على مؤرم الدزينة كبقو وأوقا المنكر على مؤرم مركا مدنا إن لبني أحواش قاركود مدنا آن لبنين مرنبا وحي لفته دو عضينا يسافرق إن أول حيو لبدو كردوي لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم والقياس لا يصح مع الفارق قياس كنا أصح ما يو فارق معتبر يدو لبدا مسألة أول حيو ما أصح يو قياس أصح ما يو مسألة أو هل كان شيخه كجها الله يا وحي كسب سنتهي قبل مستحاضة هيد ملوك المنكر مثل ملوك المنكر مسألة هو مسألة الصحابة ذي خلافين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وحي تري المستحاضة لا يأتيها زوجها قبل مستحاضة أنك يد أتجي ماي أو ملوك المنكر رواه الدارمي وأنا كسر انتهي عائشة إن ساتي ابن عباس نوحي للسيدة عكس كذا سيدا لتكيد أيولي أوحو ابن عباس يلي لا بأس أن يجامعها زوجها وحلبك مصر ونقبر مستحاضة هيد ننكيد إن أقل الموضة دنبك مقبه أوح بأس يكسو غني مجرو لب ملي أخرجه عبد الرزاق عبد الرزاق بأسو صاري وأنا حسن بخاري لفتي سوى تعليقية أثرك ابن عباس ويسوى معلقة يكسو أروري صحيح وحكروا عبري ابن عباس إنه يقول الصلاة أعظم صلاة كوينا شبضا قال مضى كمربة هذه الصلاة بناناتي قال مضى نأينا بنانتي وعلى سبيل الأولاد جمهور كعلماء وحيليهين ويبنانتي لبنكم الصلاة تمستحاضة يدو قصوغا أيونك أقل مونيا وحلبه قصوغا لما شفت إمام أحمد مفردات كيسا وحكم إذا وحكرا مفردات إمام أحمد مسائل لقار نقضي وآئم مضى كلا صدح ذاك لقار نقضي مفردات كيسا وحكم إذا وصدح ذا إمام كالقار نقضي إنه يري كبرد مستحاضة ذا هيد قل مديد مبنان وحاران إلا لخوف العنت زينا إنه كبق موية مش قد عدران إنه اتماد موية هديك لو حاران لكن مركن وحي أبنان تهي حاردا كفر سنواب أبنانات ألفية ذا مفردات كإمام أحمد لقو النظمي وحورنا يا شيخ النظمي وعندنا يحرم وطء المرأة إن تستحض إلا لخوف العنت يعني أكثر يده هذا نحن بلنا هي حاران قبل مستحاضة هي إن لوق الموضوع حاران إلا لخوف العنت صحيح محا صحيح وحا سيد الجمهور كعلماء كتغين وأي كم ديهن الأئمة الثلاثة أبو حنيفية مالكي الشافعي كم ديهن جمهور كعلماء كتغين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم جمهور كود كتغين أي صحيح حاو الدليلة وحاو الدليلة ومد كوادي دليل منعنا يلا ما هي مك عدم الدليل هو الدليل دليل إنا نتشر ديلي أي لفتيس الدليل واستصحاب العدم الأصلي ودليل وحكى لو دليلة تمر فربضا
وطفاً دمر قاريا وقت النبي صلى الله عليه وسلم مستحاضتها قال مدود هذي حارانتها إلا لخوف العنت نبي قوى عضين لها أو حوران لها قال مدى سوى حاران نبي قوى مش شيئاً أرنكاس هذي تشري لها إذن واشيق لها وتأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه لا يجوز بالإجماع عضينت وقتك أمد أبها أنت إن لقدب لقول نبي قوى عضين ويا إجماع بينك وبناني ومدى صدح هذه الله وحوي فاعتزل النساء في المحيض ما كاعتزال كله واجبية وحلقوا قارية ري زمن الحيض بالإجماعنا وحلا معنا زمن النفاس وحي كسوهري وحي نقنيان هنا يبنان طال مركا اشتقاق في المحيض وحلقا قادنا يا هدي محيض اللي قم مريا هاي وبمعنى تال لقم مريا هاي هنا لقى اعتزالين ايا لقى قادنا وتعليق الحكم بمشتق علمات قاعدة وحي الهدان حكم كإن لغحر الشيء مشتق يؤذن التعليل بما منه الاشتقاق وحكو أغيسين يأين لغع اللين يوحي لغصو اشتقاق مركا معنو حور دعيا حيث كالدراد دي أغرد أراضا مركا هدي الذي حيث كأين يتشرين توحي نغنس جواز كإنو سبيه وحكا لأو الدليل صلاده يصونكي عبادات كفر الكاهي ما دام أي ساريهين وطاهر كأي لحكم تهي بإجماع أهل العلم أشياء ذاكرة تنوح أن نغني سأيني مركا أي نغني سأولى أما على التنزل أي نغني سمد الله مضى وحكى له النبي قول عليه الصلاة والسلام أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة وحكى له وحي نغني سأيني بنانت مركا عدة أرنى سمى بنانا فعليه الدليل وحاوكو بضاني عسكا وحي تأيني بعض الصحابة أي لهدين المستحاضة لا يأتيها زوجها صدح الرنبع عسكنا يعني. الأمر الأول وإن بعض الصحابة كعائشة إن يتري المستحاضة لا يأتيها زوجها شيء قال لبادوح ويهي قل هو أذن فاعتزل النساء وأذن صدح حيثك أذن ويهي بإساقنا أذن ويهي أرنك صدح هذا وحيته وقياس على الحيض شوابت لقى شواب يا وحيته أما أرنك كواد كساب صن إن عائشة صدح تري أما بعض الصحابة أي لهدين وحلورنا يا قولك الصحابي حجن غن ما يو واجب الاتباع هذه صحابك لخلافه وحن غن يسا إن مركل أيقو أي القولين أشبه بالكتاب والسنة لبدا قول كيبا ودوان شبضا أما كان شبضا كتابك والسنة عملا بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول هل كنا صحابك لخلافه مركل كتابك والسنة اللون نغضينا قولك ده كتابك السنة ده يقول له يوحون غنيا قولك له وبنانته وصدى ابن عباس ويلي. أما أرنك لو كصابصا قل هو أذن وحلورنا يحج وما شفته ويهو ليق أردن أن غن ما يسأل وحيون غن يسأل إلى دم الحيض يسألونك عن الدم لما أردن يا يعني وحوي حيتك أي سؤال شو كصابصا مركا هو أذن وحون غن يحيتك مركا دم الحيض أي أذنه سأسوي بلوغة ترتبية فاعتزلوا النساء في المحيض يعني في زمن الدم إلا مؤرن يعني وحل اللي يلي في المحيض أرنك صدحاض وحيتاي وقياس على الحيض وحل ورنا يا قياسك دم استحاض لوغة قياس قادنا يا دم الحيض وحل ورنا وقياس مع الفارق فارق معتبر يهدو الله بضا الشيء ودحيه إلا يسيق قياس تمسورة قلقها وفرقه حكم ديهي قوادح ده قياسك الله وعدو كم ديهي هل كان فرق بيالا وحتى عدة مركا حكم كان سينا يسوء رانا يسوى حاران إن لوتغا إلا لخوف العنت دو يقرى يعني فرق ودحي وكوة كالفرقي مركا قياس مع الفارقنا لا صح قياس مع الفارق ما صحي ساس أوديد حين نغنى يسا إنا ندي بكسرنا أي نغنى يسا أحكامها كالدمان وحي كلام التهي قبرنا مستحاضة ذيه قبل طاهر كأهيد بيلمت ونقل ابن جرير الإجماع على أنها تقرأ القرآن وأن عليها جميع الفرائض التي على الطاهر إمام النووي وحو كسور نقلنا يا شرح المهدب كا. ابن جرير وحو إجماع كسور هري إن القرآن كأخرنا يسو قبل مستحاضة دي فرلاد دمان تودنا أي سارين عبادات كفرل كأهيد دمان إن أي سارين سيدة قبل الطاهر كأو سارين هين وكلا إن أي سارين هين إجماع كسور هري قال لي هدي اللي قلت جوايا إبراهيم النخعي أيه وحلاقة الشيخ
صيغة التمريض اللي قدس هو النقلي إنه يلي مصحف كما تابنيس ومستحاضته مركا هدي اللي إذا ذكى مصقنا إبراهيم النخعي توحي نغنيس إجماع سيدي سوي هدي اللي إذا إبراهيم النخعي وكسو قنطهي إنه يلي حكم كمصحف تابشادة ويكدد وانتهو يدو متابن كرتو وحلورنا يا ابن جرير الطبري مذهب كي سوحو يهي شخص يلا بدو إجماعنا نوحبييرين مركا على مذهبه إجماع سيد قصر نقرني أساس. الفصل السادس في النفاس وحكمه. حكس أبسنية هي النفاس كأي حكم جيسا. حان نفاس اللي له ذا. لقين نفاس نقرنية. حكم كيسو سمحوية. شيخ وحول رحمه الله النفاس دم يرخيه الرحم بسبب الولادة. نفاسك وديق يرخيه أسيد دينايه الرحم المقالينكو. أي سيديني بسبب الولادة وحان أسي ديني دلمدى آوديد أي أسو ديني ديقة دلمدى آوديد أي ديقة أسو ديني إما معها أما دلمدى لتركي دو سيديني وديقة يألمها إسو مرسو بحيا أو بعدها أما دلمدى دبديد بو سيديني ومرك إلمه دشو أي ديقة سيمانيا أو قبلها أمر دلمضة كهر بوسود ديني يديقاس المقالينكو دلمضة كهر بوسود ديني يديقاس بيومين أو ثلاثة مع الطلق لبما الموت قدهود ودلمضة كهر رأي أو ثلاثة أما صدح مع الموت قدهود ودلمضة كهر رأي أي يديقاس سود ديني مع الطلق لكن فوش أي وهرسو الطلق فوشا لوجي الشيخ رحمه الله حينو شيغيا تعريف كأولي هي نفاس بيقق الدمر ككي مادة او حبنت الطرن كالدمر ككسو بحا حوق بسماء دم حيض ليق عادو يدم النفاس ليق للمو يدم استحاضة ليق لبر فرن يدم فساد وعلماء قاركوضة يكرد عن قسم أفراد وقارة مركا وين صارقنا نوعي هذا كلام وحين تشوقنا نوعي قدن بيئة ليقر دلمضة ليقر دلمضة ودي كوي مادة دلمضة وديد أي كوي مادة وكو صبح النفاسنا حلقة سوقاتي من التنفس والنفس الشضاء مركا سنببضا نفك الصور نقطه وحليها التنفس والنفس ضي بمعنى نفك الصور بحضي سنببضا لغة أهم بينك هذا لنا مركا السيدة هل كابا لوغو استعماله تنفسك أي هل كنا لوغة شيدا مركا ومكانك فرمي المقالين كأها مركي هوري واحدنا يوحكو شيرين كأنه إنه تنفس مركا ديقة وقت قال صوب حال ليلة هذا النفاس ليلة هذا تسمية اللغوي قال كلا قصو قاطين إشارين بعض أهل العلم يوحي إلى هذين وحا النفاس كالنفاس اللغو مقعابي لأنه يخرج مع النفس نفتي صوب حضي يعني مركا روحي للشيء أي ديقة للصوب حضي وصاب التسمية تعريفك لو يقانو كسوى اللغة أهان وحلق السوقاتي نفاس علماء قال وحيكو التعريفيين ودم يعقب الولادة وديق عربنية وكدبي ما درد المضى على هذا التعريف وحن قنية ديق النفاس كلا يلاذا إلا بإلا وإنو درد المضى كدن بيها حدو كهر ريم سوقري سيدا تعريفات جرجاني أياكو تعرفين حق فقه هذا هدي لقى أياكو فقه هذا حقا فرقا ودحية تعريف كان هدى إنه قرن وسيدة علماء حنا بلاد قاركود أيكو تعرفين شافعية قاركود وحي الهدين مركي الشيقيين نفاسك والدم الخارج من فرج المرأة عقيب الولادة وديق كصبح المقالينك
قفك دمر كأه المقرين كذا كصبح عقيب الولادة وكصبح للمدى الدبديد على هذا وحيكرد قيان شافعية هدو ديق قاسي كهر ايو المه دلت كيس هرتي هدو صبحو من نقون ايو النفاس مرنبا أكتو ذا قولا واحدا النفاس كردق مايان حيرا خلاف قريان هدو مركا مر لصبح ايو المه او المه او وحكم دي سوچيدو ايو ديق صبح لكن ما صوض بحين المه ديقا مقارن كاللأه أكتو ذا خلاف بيقريان عند الشافعية نفاس من نغنية من سمن نغنية لكن انت أنو إلمه وحكم ذي بصوب بحين هدو ديقا سيماده وحيلين ودمو فساد دمو نفاس من نغنية وحيكالو يلادين قبرد أوركري وحيد كرتاه دي اللي يلاهدو وحلقو حنباري كراه إنو حيد النقضو لكن نفاس مايا بك وحو دحيا الله إنو الدم فساد يهي يا إنو الدم حيض أو يهي على القول مركا لغو السعودة الحامل قد تحيض كبدا أورك لوحيد كرتها دي لغو السعودة وحل أورانكرا وحيد ساسيلي قل يا حنفي يدو تعريف كأي كو تعريفيين الشافعي يدو تعريف لم يدي يقول كو تعريفين يعني. حي لازم كرديان وإني عقيب الولادة نقطة كتعريف كان هذا ينوي لا وصيدا مركع علماء حنا بلاد قاركود أي مرين وحيليهن وديق المقالين كسود دينيو للمدى درتيدنا أسود دينيو أمر للمدى اللي تشرك هذا الله صبحو أما الدبادي هذا صبحو أصل كسيدو يهي أه أما كهر هذا صبحو لكن هذا كهر صبحو يوين أما ردي وهي لساء لما مع الموض أما صدح مع الموض بكهر مري كرا لكن وإن نبرك فوش الله صعدا وإن بيومين أو ثلاثة وإن نقطة مع الطلق على هذا هذا النبر كفوش الله صعن ولو ما لم بها كهر يعد المدي قولا واحدا أكتو ذا من نقون أيو نفاس نقون ما للمضى صدح مع الموت كهر هدو صبح لي قاسي ولو فوش بهوه رسيه أكثر كحنا بلد وحيليهين مركان من نقون أيو نفاس من نقون أيو ابن تيمي إساق وحاو تلمامي لبن مع الموت أما صدح مع الموت كمو قيدين أو وحو إلى هدو للمضى كهر لي قاسي صبح لكن فوشي أي وهي لسو حلا اعتبارنا إياه إنه نفاسي هاي مرقى صدح مع الموت كما قيدين لكن أكثر كود وحي إليهين لبن مع الموت أما صدح مع الموت وإنه كبضا الشيخ السعدي اللي إلى هذا عبد الرحمن بن ناصر السعدي السونا وحو يريد دليل كو قيدة يا صدح ذا متشره ساس آودي هدي صدح تهي هدي كبضا تهي با وحو نقونا يا ليق دلمو مر هدي فوشي وهرسو نبر كي فوشو هدو وهريو وحو نقونا يا ليق دلمو نقونا يا سيدا سويري مركا جماهير تعولا مدو على كل حال مسو قلين ايان بحي كهر ريا دلمدا كهر ريا علماء سو قلين ايسا وحي ليهين نفاسكي سببت دلمدا كوي مادا ليق النوى ليق كوي مي سببت دلمدا مر هدو يهي ديق سببتي دلمدا كويمي وحلو غصارا نفاس وحلو غصارا مجفتو ديق استو سببتي دلمدا كويمي الدنا اما هكدن بيو المها اما مرها اللصو بحوها كل دنادو اما هكسو هرهيو لكن اماراتك اي وهليان سيدا نبر كافو شوكالي ونقونا يا ديق دلمو معنى اللو غصارا مجفتو حقا معناها نوا كلامي دليل كساريو كل حين ينمح انه ساسي يعني. وقال الشيخ الاسلام ابن تيميه ما تراه حين تشرع في الطلق فهو نفاس شيخ الاسلام ابن تيميه وحول رحمه الله ما تراه كي قبض اركتو اديق حين تشرع في الطلق مركي قدقشو نبر كفوش أي قدق الشوف هو النفاس والنفاس ولم يقيده بيومين كما قيد ابن تيمية لبما الموت أو ثلاثة أما صدح كما قيد هذا الكندم بوحله ابن عثيمين باله
ومراده مراده وجد الشيخنا مركولية هي حين تشرع في الطلق وطلق يعقبه ولادة حوجة شيدا وفال أي عربين يسود دبتشوكته للمدي دبتشوكته يهدير للمدي أين دبتشوكين الراعين من نقون يسو نفاس نقون ميس وإلا أي إن لم تعقبه ولادة هدين عربين للم أين عربين فليس بالنفاس نفاس ما شيخ الإسلام ابن تيمية وحاو التلمامية ليكست أو قبردو أي أركتو مركي فوشي قدقشو والنفاس ما تراهنا وحوغة شيدا ديق لكن وحي أن ديق أحين سيدا حبكة فرما مركي قبردو نبركة فوشة درينتو بيها حبكة إيه فرما يقو اعتبار ملها نفاسنا من غنيان لأنه ليس بدم صابت واحد تريق ما مركب ما تراه وحوقت شيء ده أي من الدم وحي أركتور ديق مركب النبر كفوشة قوضة قشو وحن غنيان نفاس أي غنيان مرات كلوقت شيء ده وصاص مركب شيخ وحو كالوت المامية هنا نكال الصارين ابن تيمية إلا بما الموت كهرين للمدي وقتي اي ديق اركت ان لو معلومات كهر اهيد دلمدي يا ان صدح معلومات كهر اهيد يا اني كبدنت مر به هدان كو قيدين بيومين او ثلاثه الاصل ان المطلق على اطلاقي اصل كو حيي ان شيء مطلق اطلاقي سكو باقي هي على هذا وحي كنت سنيس ان انو كلا فرقين حدو صدح معلومات كهريي دلمدي ديغاسي لكن نبر كيف وشو هيريو يهدو أفر كورييي إنه فرقي كالهي لكن جماهير أهل العلم وإنه الشيخنا يقول إنه مرين هدي ليقاسي دلمدى كورييي إنه نفاس كسو قاضين ولو نبر كيف وشو بهو هيري جمهور كساق كالهي مرين من حيث التعليل مركز لأيغو كل تعليل كعلماء ورانا إساها دي صابتي للمدن ليقو كويمي فرق مكة لها قورتو يمي أياد مدائنو يهي ميدو حوية ظاهر وقوية لكن دليل مركة أدي ذا إياها دي اللي هلو نحن نقول يا دليلك إلا أقبل كل واحد دليل أدي ذا ينعنو مارك والله أعلم واختلف العلماء هل له حد في أقله وأكثره علماء واحد يسكو خلافين ليق النفاسكم ملئي هي حد لجو حدين يو في أقله وأكثره أنت أغير يا أنت أقبضن أما الأورن يا ليق دل ماذا أنت أسا أغير وحكيري ما نقول كران ليق دل ما أما أنت كما يران كر ما الأورن كر ليق دل ماذا أنت أسا أقبضن أنت أسوح كبضن ليق دل ما من نقول يو النفاس من نقول يو على ماذا وأسوخ خلافين قال الشيخ تقي الدين في رسالته في الأسماء التي علق الشارع الأحكام بها شيخ الإسلام ابن تيمية وحويري سقى تقي الدين اللي قلق بكري في رسالته في الأسماء رسالتي سيو حكوير كصاب صنايد مقعيضة التي علق الشارع الأحكام بها مقعيضة والشارع كحري حكم مضى يضا كحري يعني أسماء دي شارع حكم كحري رسالة كغور رمي وحكم شاقع صفحة الطبية صدم والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره نفاسك أما ديك دا المضو حد مله انتي سأغير ولا لأكثره انتي سأغب بضنطون حد مله وإلا الأرانا يا انت سأغير أما الأرانا يا انت سأغب بضن مجرد إن الأورانا يا أنت ساء غير أما أنت ساء غبضا ما ترتبون فلو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر من 40 أو 60 أو 70 هدي اللي قدري لها ولا قص وقاد لها أن امرأة إن قبري رأت الدم ليق أي أركته أكثر من 40 أو 60 أو 70 مدة كبضا أفرت مع الموت
أما لحدن مالمود أما تضواتن مالمود وحكا بضان هدي لغا السوق هذا إن القبري ديك أركتو للمديد دبديد وانقطع دبدنا أوقوه فهو النفاس نفاس مني وديك النفاس كنا قنية لكن إن اتصل فهو دم فساد هيا شيء هدو حريرو أقو يبوايو ويسكتشوك تنقضو ونقونا يا دم فساد وديك فساد ونقونا يعني ديك دل ماذا ما نقونا وحينئذ يعني قرطاسنا مركي نصلا الشيخنا يقص عنه فالحد 40 حدك وأفرتن يعني مركز ساسو كل الليليه فإنه منتهى الغالب وإنت سيد بضن اعتراض بضن لا أقول ماذا قد مركب بدن كودا لي قودا للمضو أفرتا كما بطو غالب النساء والسلاس بتشورتي قد مركو لي قودا أفرتا كما نافع جاءت به الآثار سيدا وحكتمي آثارتا أو أحاديث إيو آثار صحابة اللي قصوا وريا لبضا بالي بعض أهل العلم وحيو استعمالا إرقاء الآثار وحلوحي لسون نقليي أما هالنقض حديث النبي عليه الصلاة والسلام أما هالنقض قول الصحابي أما هالنقض قول التابعي وحيكون شمعيان الآثار كالآثار وحيكون يعني عبارة عامة بعض أهل علمنا آثارته وحيكون قاريلين هي لها مرفوعات كأن أهين أما الصحابي موقوف كؤه أما التابعي موقوف كؤه بيكون قاريلين مركا هذا الشيخ وهو استعمالي معنيه عام كأهابه استعمالي وحديثنا يسوق جلس ووحد صار وري حديث شيخ هي مركا السحابيات كأها إن وقت النبي صلى الله عليه وسلم أي النفاس كأفردين شرين أفرتن مع الموت أي أفردين شرين أفرتن كان مع الموت أي ناي تكن شرين وأي ناي سوم شرين فرطن كان مالمود إنني تكن شرين أما أين السومي شرين يا فرطن كأي تشوق شرين أي حديث تقارك صارت سيد حديث كأم السلمة أو مركا الشيغية كانت النفصاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما دمركا نفصاء بمعنى دمركا دلالي ديق النفاس كهلا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي فدين شرين وعبادة بمعنى الصلاة إيا الصون كفدين شرين أفرطن مع الموت حديث كان وحسوري أبو داود يا الترمذي يا ابن ماجه يا حاكم يا إمام أحمد أيا سوري حاكم نوى صحيح يوحل وصحيح الإسناد بخاري هو أمان حديث كاس ابن السكن وصحيحي نووي وحل وحسن جيد أي يلي بيهاقي وحو تلماما إنه قوي يهي الباني وحو الشيخ إنه حسن الإسناد يهي ولب الشواهد نواري يهي رواية كان وحكو صارورتي إلا أن ترى الطهر قبل ذلك إني أركتم وياني قبردو طاهر نمو أفرتنك كهر إني أركتم وياني هديك لي أفرتنك أيا ديك للمضى أي أفرد نيسا أو تشويس مركا علماء قاركود وحي قاتين حديث كاسو وحي لهدين حدك أقبضاً إرديك قد المدى لغو حدين إياه وحن نقون إياه أفرطاً ما المد بنقون إياه إمام الترمذي وحورنا إياه أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدعو الصلاة 40 يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي أهل العلم وحكوا إجماعين هدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يهين إياه هدي تابعين تيهين إياه هدي عدي كدن بيسيهين إن دمرك النفاس هذا إرديق النفاس كسوغاني صلاة أي كتغيس أفرطا مع الموت إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي كهر إني أركت طاهر لمن بوياني هذا كهر أركت طاهر لمن وإما يرانا إسا وانا تكنيس وإما يرانا إسا وانا تكنيس هذا طاهر لمن كهر أركته فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدعوا الصلاة بعد 40
وهو قول أكثر الفقهاء. إمام الترمذي وحكى لك سيدر الترمذي كتاب كيسف فوائد قالوا ليه على ماذا قال كود وحي إلى هذين أفرية من فائدة أي ليه حنا كم إذا إنه حديث تكل عديه من حيث العمل يعني من حيث عدم العمل 14 فائدة أفرية من فائدة الشيخين مركا فوائد أي علماء الشيخين بيكمت وهو عضينا يعني هذه قبل ليجي أي أركتو أفرتن كدبدي جماهير علماء إن إليهن صلاة كما تقيسو وأنا سيدة أكثر الفقهاء أي الهدي حق الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللي أقول وحل الشيخي الصحابة متعدد وأفرتن كاكو قيدي وكو حديي ليجا نفاسك إمام محمد وحوك الشيخي مدد النفاسك إني أفرتن تهي عمر بن الخطاب بك الشيخي وابن عباس بك الشيخي وأنس بك الشيخي وعائد بن عمرو بك الشيخي وعثمان بن أبي العاص بك الشيخي وأم السلمة أيك الشيخي وها علماء متعدد أي لهدين إت صحابة النبي كم إذا أو خلاف صن سيد الصحابة داس الشيكتي لم أجا ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف مخالف صحابة كم إذا قولك الصحابة داس الشيكتي خلافين الله مهي سأودد بعلماء قاركود وحي لهدين وابا إجماع وحكم إذا إسحاق إسحاق بن راهويه وحيري هو سنة المجتمع عليها وسنة لغو كل سنية هيوية إن حدك أغبضا نفاسك أوي هاي أفرتم طحاوي وحيري لم يقل بالستين أحد من الصحابة ليقى نفاسك لحدا با أغبضا أحد صحابة كم ذو السدايري مجرون إعدي كدن بيسي أيوم با يري لحظاً باقه بضم سنة كأقو عالي السنة الله يا وحي تاي وإن تابعين تقار كود لغا الشيغي إن يلهدين لقرد المدى لحظاً باقه بضم مركا دي هدي حديث كسيدو الشيغي آثارتنا أي تلمام يسو صحابة دينا مخالف أن لأغين أي انتو باش شيغيان حد كالنفاس كأفرطن كإني تاي حد الأكثر بين غنيس حلقة قادنا يا وحي كبضنا يعني نفاس الله اعتبارنا تاسا لقى قادنا علماء عرانا يسا ليقى دالماذا اللحظة باقو قبضا والشافعي قول كيسا مشهور كأه وكم ديهي ترمذي إساقو حكسو نقلنا يا الشافعي سخلاف سنة وإساقو إنو أفرتن كيلو كسو نقلنا يا علماء داسو قدر يا لكن سيدا مشهور كأه كتبت الشافعي كسو غني وين الشافعي قبو بيقرد المدى لحظاً باقو بضن غارب كسي وافرتن علماء كتكتاي إن حدك أقو بضن ليقرد المدى أو يهي لحظاً والشافعي يدو كم تهي وحيوعس كنيان وحيليهين المعول عليه هو الوجود وحلعس كنيا واتشريتان كليك وأرهم وجوده مركو ليقو تشوغو حكم كيسيبو يارنيا مركو قو أنا وعلى مدى الطاهر لماذا الأركان حكم كيدي بويالمي مركز سياسة أوديد هدي تالغة إيغو وحل أغادي دمر آن بدنين إن لي قاسي وكب باقي النقضو إلى لحظة المالمود ووحل يلاهدين ماشا ما جشون لي يلاهدين دمر كيدا حلقة الشيغي إنو لي قودة للمدو لحظة المالمود إنو يهال السيون نقلي على هذا وحل يلاهدين ما دام الأركي دمرك قاركود ليقاسي إنو كب باقي النقضو كسقنادو ودائمو لحظة المالمود إن لك الأسار ما هو إلا إسراعية أولا يهدى مانتي والنفاس قدر أنو مقالي دمر إني ليق للمهران لحظة كأغبضا مركا أمورهان وجود كي يتشريتانكا يهريتانكا أيا اللعوس كداية مربح دين لها لي وحا فرطا كبضا وحلق وحا مباريا إني قليل تهي وانا لا اعتبارنا يا أصرتي أحاديث دوحي الشيغي يا نوحل وحنبار يا ومحمولة على الغالب سيدا ابن تيمية بشيغي ابن تيمية هدوه حليه قول كان الشيخ إنه قصه النقلية قول كانوا كدوا أو بضنا أيه ليك أرد المضو
إنه أفرتن أقول بضن طهي وحي كبضني على اعتبارنا. وكتاب كيس الشرح عمدة الفقه مركة الشيخ الشيغي إن دي قد المضى أفرتن أقول بضن طهي سيدي بكو شرح الشيخ وأنا كن نحن نحصدي أدلنا وأرادي حنسون نقليي إمام أحمد صحابة وكشيغي هي إن مركة مخالف صحابة أن لأقين يا إسحاق إنه يري وحوي السنة دي لقو كل سنة يتحاوي هذا الكويري عد صحابة كم يدو لحظة شكتين لما هي عد كدم بيسون باشكتين ولي بهذا الكا علماء كان هو يلادين وابن عبد البر وغيره أي كم يديه عرنا يا ابن تيمية وحديث أم سلمة ظاهر العموم في جميع النفاسات دمرك وحوي نفاسك كسوغان ودن انو كعامي هيبو الظاهر كو يحي وحانو يري حديث كاني مركو شيغا ايو افرتن باي فردين ايان اما فردين شيرين الا ان ترى الطهر قبل ذلك يهدي بعد ذلك اي اركتو اني كدو انتهي كتو السنيسا والسياق اللغة فهمي الا ان ترى الطهر قبل ذلك سلا لو يري لو ما اران عكس جيدا وهذه الدبدد أركتنا واللمد يعني ديجي هذه الدبدد أركتنا واللمد لما أورن إمرك اللي يلو أفرتن باي فردين إيسا دمر مخصوص سنة أن لقى هذا اللين إيه دمر كي وقت جي النبي جي يعني لقى هذا اللين دي وحي كنت سنة إيسا إن أين كبضن كرين نفاس وقت جي آنو كبضن كرين رواية لسوري هدبا ولمدو أي لهذه النكارة كسرا والشيغ إيسا نساء النبي دمرك النبي فردين شري مددس على مدى وحي اللفظ سوى منكر وهي دمرك النبي صلى الله عليه وسلم زوجاتك النبي دي خديتشو قرى أيوم با وحقود شيء ناري يدو زوجة ماهن نساء النبي مرك الله إطلاقنا زوجاتك كل عيا خديجه نواهر قديم دمتي وقبل وجوب الصلاه والصوم صلاه الصوم انت واجب كهر في خديجه دمتي على ماذا قرب صار دمر كان كلنا وح نفاس بكو دعي الزوجات كالنبي ما بتشرين لقبر كلو النبي وحو دشاي الزوجه واهي وان خديجه هنا ما تفتي على هذا لفظ النوع نساء النبي الشيغي واللفظ منكر سيدا معروف في مركة وحي النقان إساء كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النفساء العم ميو عد أوران إساء غالب كيدي أهيد أما تشمع دمرك كم ذي أهيد أرن كني ودمرك موضى أهيد يقى الدليل لقربا ولا دليل حقا بسيط توضيح على هذا قولك قوي وحون نقنيا إن أفرتن كلا وحديني اتباع الدرادي علماء المعاصرين تبع بعض كم ذي وحي الشيخين أرنا يكسر النقليين دخاتيرته وحي لهدين قبرنا مركي أم شريك با كي مادي لهدين ليقا سنوحو يمادا لح أسبوع بيمادا لح ويك وحي قدم بي لح ذا ويك ليقا سنوع كلو نقضى نوع هري ما دمه علماء المعاصرين تقاركوا وحي كسور هرين لخاتير تكسور هرين لحظة ويقها دي اللي اغو حين نغنيسا والا بقية أفرتن مع الموت بين نغنيس دي أفرتن كيوة تقريب بين مركا نغنيس وحراعي الشيغيا والا بما الموت وحانا التلمامين نوع ليقة ايمانية انت هدى بديد انو كدوية نوع هرين وايح قلت على هذا فإذا زاد دمها على الأربعين سيدا مركا لغو الصعوده شيخ سيدا ابن تيمية وكسر النقل يؤرجحي يسوق يحد إنا نولا هينبو يسوق مريا إلا حد لأكثره ولا لأقله ولا لأقله لفتيدا علمضوا يسكو خلافان قاركوذو حيليهين ليقى نفاسك وحاوير وأقله لحظة البرقسة وير بعض كلا وحيليهن وحوير أربعة أيام ثلاثة أيام
يوم وليلة يعني وحي كل الشيئين أقوال كل الدوم الشيء بعض يوابا كيريين وحي يلهدين حد ملها ويوحابا دعي كرتي يلهدين قبرد المها إنا يدشو وآن وحدي قبا إنا با آنو كإيمان هدي وحدي قبا آنو كإيمان بعض يبا وحي لنفاس ميرانيس عايشة قبر كنت ربال لي يري وان دلايو إن نبدي قبا صبحين وحيرنا حتى إيقا ميمان تطاهر بعد سكتها يكوت البيتي حل يريد طاهر بعد سكتها بيقول شوابتي مركع على هذا ما دام اللحظة وحكيرنا صدع الله الشيء يو حتم أين أهين إلا بإلا عندي قيمة دو حين نقول إساء لا حد اللي أقله إن لقصده أنت أقول يريني حد لهين شافعي ذا وحما الشهور إنا يلهدان وأقله اللحظة البرقصة ويا هيا شمزني صاحب الإمام الشافعي وتلميذه أرضي الشافعي أهاضي أما صاحبك سيب أهاضي وحاو يسوي لأربعة أيام بأوير أقوال كالنوالي لكن سيدا أكثر كوذ مران وأقله لحظة أكثر كشافعي سيدا مران وصاص على كل حال مرها دين دليل أينان حينين حين لأنها إلا حد اللي أقله تنكر أصارت حديثة للسوري يا مخالف الصحابي إن الأجين أي أدور النيقة والكأربعين قلت العلامة ابن عثيمين وحول رحمه الله وعلى هذا سيدا مركا لقو صعده فإذا زاد دمها على الأربعين هذه قبل دي قيد وكبت أفرت مع الموت ومدى كبتا دي قاس صعده وكان لها عادة بانقطاعه هنا أصغنا ذي عادو ودي قاسي كوكاية بعد بانقطاعه بعد إنه دي بقاية عادة أي كلادة ووقت معين أبرت وقت قاينو كوكو سننو كلاك بردي كنت المالمود بردي قاسي صغنا ذا ليك المالمود أروه هوري هوري ودى الشي مروالبا مركا إلمها دشو كنت المالمود بردي قاسي تشوكي تشري كدي منو قوي تشري arinkaas waa soo noqnoqday oo caadi wasi ay u baratay wa urfi wal urfu muhakkam qaaiduna waxay tahay urfiga isaga haakim laga dhiga oo lagu kala baxa umurahan urfiga loo celiya aw dhaharat fihi amarat qurb al inqitaa ama waxa ka muuqday calaamadihi inuu dhawaan go'ayo calaamadahiidi ba ka muuqatay oo caadaba uma lahayn oo waqtiyay u baratay inta inu dhiga dhalmadu joogo ma jirin laakiin ifafaalaha waxa uu muuqdaa inu dhigani go'ayo hada gabaabsi yahay waa soo yaraaday taasina waa calaamad ku tusinaysa inu go'ayo intadarat wa sugaysa oo intay meedato iska ma tukariso intadarat hatta yanqati'a wa sugaysa ila uu ka go'ayo labada xaal buu tilmaamay mar caada ay u leedahay u baratay inu inta ku go'o لحظاً مع الموت أما كنتاً مع الموت أما دوري أفرتاً مع الموت وقت معين وقوان شاني أفرتاً وهكذا أما أمارات الإنقطاع بكم مقضي وسوغيس إلى وكوكوايو وإلا هذا لبدا من نبتشرين وعاد أي أبرتي إنو ليقاني كوكو أفرتاً كبدا نمي بتشر تبا يعني مرنا وحوية كهر بكاء مرنا أفرتاً كوكوكو مرنا وكضن بيها marka uu ka dambeeyana waa ba horeysay oo kuwa kale ka dambeeyay ya afartanka ama afartan oo wax dhimana ama horaba uma dhalinay imanka uga hora wax caadi leedahay ma jirto calaamadul inqitaacna ma muuqana dhiig oo xawligu markii hore ku socday ayuu afartanka dabadeedna ku socdaa calaamada istiraado hadda waa go'aya ifafaaliheed uma muuqan irtasalat wa mayran samarka وإلا هذين السداس أهين وعادة وكوك أنا أيني لحين علامات إنو قو أيانا أيني أموقا اغتسلت وميران إيسا عند تمام الأربعين أفرتنكم مركو لماذا ميران إيسا دينا واتوكنيس لأنه الغالب حايا ليسك غالب كيا مالها دو غالب كيا هي وين ميرتا إلا أن يسادف زمن حيضها
لكل من موياني وقتي حيت كير فتجلس وفريسان يسهدي وقتي حيت كنا مركا لكل من حتى ينتهي زمن الحيض إلى وكذا معنا وقتي حيت كنا. فإذا انقطع هدوغو بعد ذلك انت هدى بديد أوغو فينبغي وحابون أن يكون كالعادة لها إنو عادة النقضه قدر كاس فتعمل بحسبه قدر كي سيكون عمل فريسا في المستقبل وقت الصعود الصعودة وعادك يا مس. وإن استمر هدو مركا دائمه وقوي وايو ويسكسي سوناضي واد دائمه وقوي بواي فهي مستحاضة بيجي دبر فرنكا وقبر لوي شبان ديركي أما بيجي دبر فرنكا استحاضة دي بيلادا حكم الاستحاضة يقاضى نيسا ترجع إلى أحكام المستحاضة السابقة قبل المستحاضة دي صهر مرتي أحكام تيدي بيقولنا قنيسا أحكام تيدي بيقولنا قنيسا ولو طهرت من قطاع الدم عنها حتى يكون طاهر نقطة ليجي إنه ككو أي يضا فهي طاهر طاهر وي ولو قبل الأربعين أفرتن ككهر بها أهاتي وحين نقنا إسا إنه طاهر نقطة فتغتسل وميران إسا وتصلي وتكن إسا وتصوم وسوم إسا ويجامعها زوجها ننكيدنا وأتقيا يعني وأتقي كرا أو بنانتا اللوشيدة إلا أن يكون الانقطاع كالقوء إنو أهادي مو يعني أقل من يوم مالي وحكير ودي جيبا وحم مقناضي مالي وحكير بو مقناضي دي نوا وصل نقضى فلا حكم له هدو مركا سيدا كو كالقوء أي دي بدنا وصل نقضى حكم مالي قاله في المغني سيدا وحكو ابن قدامة مغني وكو مسألة ذا وهل كان شيخ إنو قلت الماما إيو حيكسي فرعتها هي مسألة دي هورين السؤال أقنعي ما دام الشيخ او دورتي ليغا نفاسكا ان افرتن ان لغو حدينين ادي كستا او دلمد الدبدي دي مادة قو ان استمرارنا او دائمنا انو يهي نفاس فرقنا انو كاللهين انو افرتن مال مود نقضو انو كيرادو انو كبتو مال انت افرتناد يا مال انت كوبي افرتناد دليل كلا ساري انو تشرين مالنتي أفرتنا هذين نغطي النفاس مالنتا كوبي أفرتنا الدليل أدي ذي مجرو ساقونا وحن نغطي يعني النفاس سيدي ديقو أتشوغي أفرتن كوبي أفرتن كان أتشوغي مالما هكذا بينا واساس الليل مالنتا اللي حدناد أو دانا ديقي سيدا كوكو أو وحي كدن بي معنا النفاس كي اللو قدي ذا مش ميال نفاس كي وح اللو قدي ذا ميال لحدن حتى وردافي كرابو الشيخ وقبا وهذا مركا لحداً كبضاً أولي قاسي سي سعوده وتضباطاً إيا واح لم يدأ أقاره أما كبطبا كبطا ما تصريحين لكن تعليل كيسا كتو سنايا ونقعو حنقونا يا نفاس دليل أدي ذي لما هاي أما حديثك السؤال روه انت سيف الدين شرين وكتل ماما يوافعل دو مركا ساسدان نقضي مع الضيين يسود دو مركا الدنيا دور دنكسوغان أما إلى يوم القيامة شريا إلا بإلا أنت أصلاً إنه قنيس حرض إنه كهلا إنه وحالة النادرة هدي أي دعوة دمرك قاركود النادر أهان يدف أهان أنت إن كبداً إدي قد المدو تشوغو إنه قنيسا الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً حكم كو علدو لو ريغا يا تشوغي تاني يمقنا الشباع علدو نوو ديقة دل مكان تي ديقة دل مكان تي نوو تشوغا تعليلك الشيخ سيدا أولي قن يهي عين أدين التوضيح أنه وحكو دي سيئ ساس ساس أول دي دوحا ويلي أدي أفرتن كي أكبطه علامات الانقطاعنا أي موقدان أما بقدر معين أي أبرتي قبرداني يعني دي قاهشو أما اللحدنا أما كنتنا أما شني أفرتنا أما شني كنتنا يوح لمدا وأر المعتاد أكتي ذكاء وحلونا يا انت سأديك للمكوه بحي كدن بي حساب سو علامات الانقطاع حطيم مقدان نوالمي حين نغانا يسا مركز إني سكتو هدي عادل هذا هاي أما علامات الانقطاع موقتو دي أدنو مركز كطاهر نقطو إلي قاسي كقو أي ميرتو وأي تكتو هدي آني عادنا لهاي
ay u baratay afartanka ka badan oo dhiiga dhalmadu u joogo calaamad inuu go'ayo inay soo dhowdahayna ayna u muuqan waxay ictibaarinaysaa dhiiggani inaanu dhiiggii dhalmada ahayn marka way maydhanaysaa dabeedna way tukanaysaa sidii mustaxaadad oo kale ay ka soo qaadaysa axkaam mustaxaada ayay yeelanaysaa mas'ala u baahan halkan lagu baarugo oo ku saabsan galmada mustaxaadada inay shaaficiyadu waqtiyada qaarkood ay yidhaahdaan waa xaaraan uma bannaana waa marka gabadhii ay tahay mutaxayiro ay tahay waa inay kala garanayn qadaray xaydo iyo goor uu ku bilaabmo iyo sifo uu ku kala duwan yahay dhiiggu midna ma garanayso waa isku wada mid waa mutaxayira xaaladda noocaasa shaaficiyadu waxay leeyihiin galmadeedu xaaraan bay ka noqonaysaa fii kulli waqt oo marna uma bannaana waayo mar kasta uu isyaahdo u galmood waxay aqbali kartaa inay xayd tahay iyadoo xaydana inuu galmooda ma bannaana iyadoo xayda inuu galmoodaana ma bannaana marka waxay ku dhisan tahay ixtiyaadkii bay ku dhisan tahay waa toodhanayo nawowi qaala asxaabuna yaxrumu calaa zawjiha wasayidiha wadcuha fii kulli xaalin wa kulli waqt lixtimaal alxaydi fii kulli waqt waltafriicu calaa qowli ixtiyaad laakiin xaawi ayaa wuxuu sheegay iyo cid kaleba weji kale sheegeen oo inay xalaal u noqonayso وحكى صاحب الحاوي وغيره وجها أنه يحل له لأنه يستحق الاستمتاع ولا نحرمه بالشك ولأن في منعها دائما مشقة عظيمة والمذهب التحريم وبه قطع الأصحاب في الطرق كلها ونقل المتولي وغيره اتفاقهم عليه وعسد كورنا يا المجموع شرح المهذب هذا كهذا اللمدة وحشيقية السيوطي كتاب كيس الأشباه والنظائر بكشيقية قليها مركا حاران تنميني وحي كل سيان قاعدة ذي أهيد إذا اشتبهت المذكات بميتة حرمتا نيف لقورعو إلهي درتي لو قورعي نيف بختي أما بصنا من لو قورعي با اسكو قل دمو لك لقرنواي با لك لقرنواي لابدو بحرام بين قنيان بيلادي أتو صاحب المراقل رنيو فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى يعني ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب وفعله حرام يعني قاعدة هن مركا قواعد داسي كل سيان قوليها مركا وتيكا كالشيغي وحي كل سيان اليقين لا يزول بالشك قاعدة ذا كل سيان يقين تو شك كما زوشو يقين تلهو بين محايا هيد يعني قبرنا ننكا حلال وطهي بي هيد مركا قبرنا مركا إني حي طهي بي أقبر إسا إن لا يلاه دوا كو حاران تنمون إسا صح نغن ميس وحي ليهن قبرنا ما دام أصالة أي حلال وأهيد يقين تلهو بي تهي إني حلال وطهي إن شكيغا سود ريين لغا شكي حيد أي حاران كن نغن إسو ما نقونيس مذ يقينتي زولين اسمها مذ يقينتي ماشا كصاري سماءها واليقين لا يزول بالشك أي ريهن على كل حال وجه قاس أي قوية ولهل كان كتشوتين إن شاء الله تعالى والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك